نعم أعلن لي اسم الجهة. استأذنكم بس استقبال رئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الله يحفظه. مساك الله بالخير شيخ. مرحبا، مساء النور والسرور. حياك الله يا أبو حمد. الله يحييك. أولا ما بغيت أطول عليكم، يعطيكم ألف عافية يا شباب. الله يعافيك يعافيك على هذه الجهود اللي أنتم ماشيين فيها كلكم، كل من وقف وأثبت ولاءه ومحبته لمملكة البحرين، قيادة وشعب، وكل من نادى بسقاط النظام ما يسقط إلا على راسه طوفة. صح الزلمة. إحنا اليوم في الشباب والرياضة اللي ما لنا دخل في السياسة، ونهجنا نهج رياضي أخوي تحدي شريف. الناس دخلوا روحهم في أمور، وناس اخسروا محبة جمهور، وناس دخلوا في روحهم متاهات بيضيعون فيها. وأنا ما أبي أطول عليكم في الكلام، وأرجوكم تسمحوا لي، ولكن اللي كل من تدخل في هذه الأمور ودخل نفسه في هذه الشبكة راح يتحاسب، سواء رياضي اجتماعي سياسي اللي يكون من هالأمور راح يتحاسب في هذا الوقت. اليوم وقت الحساب، والله يصبر الجميع، والله يقوي ويثبت الجميع، والله يديم حمدنا وخليفة بن سلمان وسلمان. آمين. بن حمد. آمين. سمو الشيخ ناصر الله يحفظك، يعني يمكن هذا الشعب البحرين كان يبي يسمع هذا الكلام، أن كل من حاول أن يتحدث بس بإسقاط النظام راح يتحاسب. هذا اللي نشكرك عليه، هذا طمننا ومسح على قلوبنا. اللي راح يتحاسبون والبحرين يزيره، ما في منها مفر. واللي كل من تدخل بهذه الأمور راح يتحاسب، وكل من وقف راح يحصل له ثواب. وبإذن الله الناس اللي صبرت ووقفت ويا سيدي جلالة الملك معروفة، مثل ما عرفنا اللي وقف ضدنا عرفنا اللي وقف ويانا، والأيام إن شاء الله تحكم. الشيخ لو تسمح لي كلمة واحدة بقولها لك. آمر. ما يأمر عليك عدو، أنت رجل من صلب رجل، والكلام ذي يتاج على رأسنا. وبالفعل اليوم كلمة سيدي جلالة الملك أن عفى الله عما سلف هذه ما بتكون موجودة، وأن من أساء للبحرين ما يستحق خير البحرين. الله يحفظكم لنا ويعز دوم آل خليفة الله يسلمك. الله يطول عمرك، مشكورين كلكم وما قصرتم. الله يسلمك. مشكور يا طويل العمر. شكرا لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. شكرا لك الشيخ. الآن أعتقد وصلنا للختام، يمكن طفنا الوقت المحدد، ولكن نعد جمهورنا بحلقة أخرى أيضا من حدث خاص نناقش فيها أمور الرياضة وما حدث.